ربع قرن والقيصر الروسي البالغ من العمر 71 عام على عرش السلطة في موسكو، أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستوري لولاية رئاسية خامسة بعد فوزه بنسبة 88% من الأصوات منذ عام 1991. الولاية الجديدة تستمر لستة سنوات حتى 2030، تجعله الزعيم الأطول بقاء في السلطة في روسيا منذ قرنين. خلال مراسيم التنصيب لم يدعو قادة دول أجنبية، بل فقط رؤساء البعثات الدبلوماسية وبعض السفارات الغربية حضرت. في خطابه أكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات، كما أشاد بالمشاركين في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأكد على حماية روسيا وخدمة شعبها وتوحيد الجمعيات المدنية والدينية والأحزاب السياسية حول القيم العائلية الروسية، ودعا إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب وأمن متساو. بوتين أكد على أهمية السياسة الخارجية في ظل توتر العلاقات مع الغرب واستمرار الحرب مع أوكرانيا، وعلى الرغم من العقوبات الشديدة والمناورات النووية كرد على استفزازات الغرب، وتطرق في حديثه إلى ما وصفها بالتكلفة المأساوية الناجمة عن الاضطرابات في العالم وفي داخل البلاد. قال أن الدولة الروسية ونظامها الاجتماعي والسياسي يجب أن تتمتع بالقدرة على مقاومة أي تحديات وتهديدات، وعلى ضمان تقدم واستقرار التنمية ووحدة البلاد واستقلالها.